بعد از اینکه ما از مسابقات غرب آسیا رفتیم لعبة الغرب آسيا انطينا استراحة للاعبين تقريبا 10 إلى 12 يوم. بعد رجوعنا وبعد الاستراحة خلينا المحطة القادمة هي بغداد وأطراف بغداد. يوم أمس كان الاختبار الأول للاعبات، وإن شاء الله الاختبارات الثانية راح يصير بمحافظة أربيل أو إقليم كردستان. شوف اللاعبات العراقيات كمستوى فعلا. من خیلی خوشحالم. آنی جداً سعیده به نتایج اللي حققوها اللاعبات، و خصوصاً هناك لاعبات اعمارهم اقل، لكن آنی اتمنى لهم بالمستقبل القريب ان شاء الله فد نتائج مبهرة. كان هناك لاعبات مشتركات بالنادي النفط، فكان اكو عقد وياهم، لكن من بعد الان ما لهم حق يعني يلعبون خارج. فقط باید فوتسال کار کنن.